السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان، الامور هانيه ان شاء الله يا ربي. اليوم حضرت بيتزات كيكونوا صغار وكيجيو منفوخين وكيجيو هشاش وكيجيو رائعين، العماره داخله من الداخل وكيجيو ملويين كيف كتشوفوا معايا، وكيجيو زوينين بزاف وسهلين في التحضير. بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي راه ما كيوصلهمش الجديد، راه كيكونوا ما رفعوش الجرس، خصهم ضروري يرفعوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. نتمنى ان شاء الله من الله هذه الوصفه تعجبكم، وغادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نتعرفوا على المقادير. غادي ندير نص كيلو ديال الطحين في الخلاط، وغادي نضيف له ملعقه كبيره من الخميره الخبز، وغادي نضيف له ملعقه من الزعتر، ونضيف له ملعقه صغيره من الملح، وجوج ملعقات من زيت الزيتون، والماء دافئ على حساب باش غادي نجمعوا العجينه ديالنا. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى تجمع ليا العجينه ديالي، وغادي نخليها لمده ديال ربع ساعه، نغطيها نخليها مده ربع ساعه. غادي نتعرفوا على المقادير ديال الحشوه. عندي هنا الفلفله خضراء، فلفله صفراء، فلفله حمراء، والزيتون والفرماج والماطيشه اللي كنت ضفت لها الزعتر والثوم. بعد ما ارتاحت العجينه ديالي كنت قطعتها كويرات، خليتها ارتاحت لمده ديال 5 دقائق. دروك غادي نقرصها بهذه الطريقه هذه. بعد ما قرصتها غادي نوضع عليها الماطيشة اللي كنت سبق ليا وجدت، اللي فيها الزعتر وزيت الزيتون وشوية ديال الملح. غادي نغطيها مزيان بالماطيشة، وغادي نزيد عليها الطون، هما كيجيو ساهلين الصراحه. وغادي نزيد عليها الفلفله الخضراء والفلفله الصفراء، تقدروا تشكلوها باش ما بغيتوا، والفلفله الحمراء، وغادي نزيد عليهم الزيتون والجبن ولا الفرماج محكوك. وغادي نلويها بهذه الطريقه هذه، تنكملها كامله بهذه الطريقه، ونخليوها جنب ونقرصوا الثانيه. تبعوا معايا حتى الاخر. غادي نقرص دروك الثانيه، كنحاول نختصر لكم الفيديو دغيا. غادي نزيد عليه الفرماج. بعد ما زدت عليها الفرماج غادي نهز الاولى وغادي نحطها في هذه، وغادي نتليها بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نديرو غير جوج هكا. غادي نكملها وغادي نقطعها دواور. عندي هنا الخيط ديال الخياطه العادي، غادي نقطعهم، كيجيو ساهلين في التقطاع بالخيط. غادي نستمر بهذه الطريقه، تنكمل الكميه اللي عندي كامله هكا. كيجيو معمرين لداخل حيت ملويين، كيجيو معمرين من الداخل العجينه ديالهم. وعندي هنا الصينيه اللي غادي ندخل الفران، غادي نحطهم وغادي ندهنهم بالماطيشه اللي عندي، ونزيد عليهم الفرماج الفوق، وغادي نضيف لهم الزيتون الديكور، وغادي نخليهم مده ديال 10 دقائق حتى ربع ساعه يخمروا، وعاد نديرهم في الفران مده ديال 20 دقيقة أو 25 دقيقة 180 درجة. بعد ما ندخلهم الفران
بعد ما خرجناهم كيجي الشكل ديالهم زوين، يجيو هكا مع حريرة أو مع أي حاجة يعني سهل للتحضير العشاء، كيجيو خفاف وبالصحة والراحة. ونتمنى إن شاء الله تجربوها وتكتبوها لي في الكومنتار. يلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.